تلقيت اتصال من عند وزير التربية، هو اللي علمني بالمعدل تاعي والمرتبة، وهو أول من هنأني نشكره على هذه المبادرة. كانت فرحة كبيرة، خاصة أني ما توقعت أني نوصل هذا المعدل. يعني الحمد لله، يعني العائلة بكل فرحنا، والحمد لله أني شرفتهم. على مستوى الوطن حبة مدرسة العليا الإعلام الآلي، لأنه تخصص نحبه، يعني الحاجة اللي نحبها إن شاء الله حننجح فيها. مرينا باضطراب، هذاك الإطار كان صح، كانت محتاجة إلى مساندة نفسية يعني كبيرة كما قلنا. لما خرجنا من المرحلة هذيك عودت الانطلاقة، والحمد لله قراص لبعض الأساتذة اللي ربي يجازيهم.